بسم الله الرحمن الرحيم. محاضرة اليوم عن الإيميج ريسبتور وعن الديجيتال إيميجينج، وده بيهم طلاب الفيرست بارت والجماعة اللي بيشتغلوا في الراديولوجي انفورميشن سيستم وكل اللي بيشتغل في الانترودكشن للتكنيكس، كل ده هيهمهم هذه المحاضرة أو هتهمهم هذه المحاضرة. أول حاجة، الإكس راي ماشين بتتكون من ثلاث أجزاء رئيسية. أول جزء الإكس راي تيوب اللي هي اللي بتطلع الإكس راي. تاني جزء الاوبريتنج كونسول اللي بنتحكم فيه في العوامل او في كمية الكهرباء اللي هي بتتسبب في خروج الاشعة اللي احنا عايزينها. تالت حاجة الجنريتور اللي هو ايه، مجموعة من المحول الترانسفورمر اهو وشوية حاجات تاني، بس ان انا تقدر تظبط لنا الجزء بتاع الكنترول، تحكم في الكيلو فولت وفي الميلي امبير، ومن هنا نطلع كمية الاشعة اللي احنا عايزينها. الاكس راي بتطلع من التيوب عن طريق ان في حاجه جوه التيوب بتبقى حاجه مفرغه من الزجاج عشان نظبط السرعه بتاعتها. جواها حاجه اسمها الكاسود اللي هو ده، عباره عن فيلمنت زي بتاع السخان. الفيلمنت دي لما تسخن لدرجه معينه بتطلع الالكترون، دي اسمها ثيرمو ايونيك ايميشن، بتطلع الكترونز نتيجه الحراره اللي هي باينه باللون الازرق دي. الالكترون دي تخبط في حاجه اسمها في الانود. الانود ده في منه نوعين، في نوع ستيشنري بتطلع حاجات صغيره يعني للقوه الصغيره يعني، وفي نوع بيبقى حاجه اسمها روتيتنج انود زي الديسك كده، ده بيلف عشان يوزع الحراره، لان 99% من الانرجي بتاع الالكترون دي يتحول لحراره، 1% بس هو اللي يتحول لاكس راي. فالانود ده بيبقى روتيتنج عشان يوزع الحراره، بيبقى في حاجه زي الديسك كده بيلف بسرعة رهيبة يعني 3600 لفة في الدقيقة يعني بيلف كده. فالنقطة اللي يقبض فيها الإلكترونز غير النقطة التانية غير ما يلف، فتتوزع الحرارة شبه متجانسة في الأنود. الحتة اللي بيجي فيها الأنود دي اسمها التارجت، ودي حتة معمولة من سبيكة معينة بحاجة معينة، أسرار الشركات يعني، فدي اسمها التارجت. فالتارجت ده الجزء من الأنود اللي لما يقبض فيه الإلكترونز يطلع إكس راي. ادي الفيلمنت بتاع الكاسود اهو، هو ده اللي بيطلع الالكترونز اللي بتخبط في الانود. الكاثود او الفيلمنت دي معموله من ماده التنجستين عشان الميلتنج بريش او ميلتنج بوينت بتاعتها، مع طبعا مع حاجه من سبيكه معينه معها ثوريوم ومعها مواد تانية يعني، وهي دي اللي بتعمل الالكترونز دي لما بتطلع من الفيلمنت دي بخاصيه اسمها ثيرمو ايونيك ايميشن. بنقولها تاني اهو، اول ما تطلع الاكس راي تخبط في التارجت اللي في الانود يتحول 99% الى حراره، 1% بس الى اكس راي. ده المنظر بتاعنا، ادي الكاثود اهو، الفيلمنت اللي جوه الكاثود، ادي الالكترونز خبطت في الانود الروتيتنج ده او الاستيشنري ده وطلعت الاكس راي بهذه الطريقه. طيب نتكلم كلمتين على الايه، الكنترولنج كونسول اللي هو ده اللي بيتحكم وبيدينا يعني ايه، في ثلاث حاجات بارامترز بنتحكموا او بنتحكم فيهم عشان نطلع الاكس راي اللي احنا عايزينها. في اول حاجه الكيلو فولت، وده بنسموها كيلو فولت بيك، يعني اعلى حاجه ممكن نعملها دي الانرجي، الكيلو فولت اللي هو فرق الجهد يعني. الملي امبير اللي هو شده التيار بالامبير، وهنا بنستخدم الملي امبير خلاص. بعد كده في السكند او الزمن او الديوريشن، يعني بنقول عليها بالسكند. كومنلي ان يحط الملي امبير والسكند مع بعض واسمها الماس، فدايما بنقول بنتحكم بالكيلو فولت كي في بي، كيلو فولت بيك، والماس. الماس دي يجمع حاجتين، الملي امبير ويجمع السكند ملتبلايد مع بعض، فهو الوقت بيجي فيه حاجتين بيظهروا لي كده، في كيلو فولت اللي هو ده زي اللي هو 100 مثلا، وده الماس. الماس ام اي اس، مل ام اي يعني ملي امبير، واس اللي هو السكند. ففي تو بارامترز للأشعة عموما، في الكيلو فولت وفي الملي أمبير. وهنتكلم على ايه فايدة ده وايه فايدة ده. الكيلو فولت بيك يعني أعلى كيلو فولت ممكن أستخدمه، ده بيتحكم في الكواليتي بتاع الأشعة، يعني عايز البنتريتنج بار بتاع الأشعة، يعني لو واحد سكند بارت حاجة سك، يعني بعمل لما أعمل إيد غير لما أعمل هاند، أو الإيد والهاند غير لما أعمل ركبة غير لما أعمل هيب غير لما أعمل أبدومين، اعلى حاجه اللامبوسيكرال جانكشن دي اللي هي الحته اللي مقابل اللي بين الهبون، فدي اكتر حاجه سك في الجسم يعني. ف
انا عايز ابين الحته دي وبين الحته دي، ايه العامل اللي انا بزوده عشان يزود البنتريتنج باور؟ هو الكيلو فولت. الكيلو فولت بيزود البنتريتنج باور، لكن هو في نفس الوقت بيزود السكاترد راديشن اللي هي بتبقى ليها افكت على الصوره وعلى البرسونال اللي شغالين معاهم. والكيلو فولت التغيير فيه حساس شويه، يعني انا في قاعده اسمها ال 15% رول، يعني التغيير 15% فقط من الكيلو فولت يحاكي او يقارب او يساوي تضعيف ضعف عدد الملي امبير. يعني انا شغال مثلا 60 100، لو انا اشتغلت ال 60 دي زودتها 15 يعني في 15%، يعني ال 60 دي بقت مثلا ايه حاجه و70، دي 15%، كان انا الميه بتاع الملي الماس دي يعني كان انا عملت 200 ملي امبير سكند. فده جزء من القاعده، يعني ده سنسيتيف عن الملي امبير، 15% يعادل 100% بتاعه. فالقاعدة بتقول 15% increasing kilovolt يساوي equal to the effect of doubling of milli ampere second. ندي مثال، يعني انا اخد اعمل على حاجة طرفية زي الهاند والريست بستخدم 55 كيلوفولت الى 60. لو انا بعمل الشولدر لا بزود شويه 65 ل 75، لو انا بعمل الهيب ولا الابدومين باخد من 75 ل 80، لو انا بعمل اللمبر سباين خاصه اللاترال باخد من 90 ل 100 كيلو فولت. يبقى الكيلو فولت بيتحكم في البنتريتنج او الكواليتي اهو، يعني ادي هاي انرجي، يعني هاي انرجي اكس راي لما بعمل كيلو فولت بزود الانرجي بتاعتها، ادي اهي ادي الاكس راي لو انرجي دي الهاي انرجي، فبيزود البنتريتنج باور. الملي امبير ده بيزود كمية الأشعة نفسها، يعني الاماونت اوف اكس راي. فهو حتى دايما بنقول الاماونت اوف اكس راي دي هي دي اللي بتزود برضو ايه الأشعة اللي رايحة للعيان. فهو لا تزويد الملي امبير وبيبقى بكم كبير، يعني كل أجهزة الاكس راي ما بين 50 الى 1000 ملي امبير، لكن هو دايما ما حدش بيستخدم اكتر من 400، لكن هي الليميت بتاعتها. من ففي جهاز 1000 ملي، في جهاز 100 ملي، جهاز اقل حاجه جهاز 50 ملي، وفي حاجات صغيره خالص 30 ملي، ودي ايه حاجه بسيطه خالص بتستخدم في حاجات زي الاسنان وحاجات زي كده يعني. فده بيزود الاماونت اوف ذا اكس راي. ودايما في قاعده ان انا احاول بقدر الامكان اقلل الماس، عشان هي دي اللي بتقلل كميه الاشعه وبتقلل الهازاردس اللي بتيجي على البيشنت. اهو دي كمية الأشعة، نشوف دول تقدر تعد الخطوط دي، دي لا الخطوط دي زيادة شوية، فدي تشبيه لزيادة الماس أو الملي أمبير سكند. فبزود الكوانتيتي بتاع الإكس راي، الكمية بتاع الإكس راي، وليس البنتريتنج باور. طيب نيجي قاعدة تاني، احنا قلنا الإكس راي لما بتطلع 99% هيت 1% حرارة، 99% هيت 1% إكس راي. الاكس راي برضه في قاعدة تاني بتقول ان اللي بيوصل للعيان بعد ما يبقى في شوية ابزورب شوية باصد وشوية سكاترد، اللي بيوصل للفيلم او الايمج ريسبتور 1% برضه. طيب ايه الكم الكبير بيروح فين؟ في شوية ابزورب، لكن في كمية من 50 ل 75% تبقى سكاترد. سكاترد يعني تشتتت، راحت كده وراحت كده وراحت كده، ودول بيمثلوا خطر على العاملين، وفي نفس الوقت جزء من السكاتر ده بيجي على الفيلم وبيخلي الصورة بتاعته وحشة. الأشعة بعد ما تخترق العيان بتيجي على حاجة بنحطها على الفيلم، كان زمان اسمه الفيلم، الوقت لا طلعت حاجة تاني، طلع سي ار وطلع دي ار، فسموهم كلهم، او طلع الفلوروسكوبي اللي احنا بنشوف بيه الريال تايم، فاسمه ايمج ريسبتور. بقى ما نقول فيلم نقول ايمج ريسبتور. فالأشعة تتشتت منها جزء كبير وجزء قليل جدا هو اللي بيوصل للايمج ريسبتور. ايه الايمج ريسبتور دي؟ مستقبلات الاكس راي اللي بتطلع للصوره، هي احد اربعه حاجات، يا اما الفيلم وبعد شويه طلع حاجه اسمها الانتفانج سكرين اللوحه المقويه فاسمه فيلم سكرين كومباينيشن، بقى ما حدش مستخدم فيلم الاكس راي لوحده كده الا نادرا، يعني زي مثلا فيلم الاسنان البري ايبيكال. في طلع بعد كده سي ار، ده كان مرحله ان طلع الكمبيوتد راديوغرافي، أشعة ديجيتال اللي هي مشهورة. طلع بعد كده وكان لي قصة هنقولها الوقت. بعد كده طلع حاجة تاني أحدث اسمها دي آر، ديجيتال راديوغرافي أو دايركت، يعني سواء كان دايركت أو اندايركت.
وفي الحاجة الرابعة اللي ممكن تستقبل بها الأشعة هي الايه الفلوروسكوبي. الفلوروسكوبي ان انا بشوف حاجة اسمها الأشعة النظرية، ان انا بشوف حاجة متحركة عشان اشوف اعمل انجيوغرافي، اعمل باريوم، اعمل اي حاجة بشوفها وهي بتتحرك جوه، بشوفها في ذات الوقت، فبنقول عليها ريال تايم ايميجينج. يبقى احد فيلم سكرين كومباينيشن، احد السي ار او الايمج ريسبتور، احد 4 انواع، يا اما فيلم سكرين، يا اما في سي ار، يا اما دي ار، يا اما فلوروسكوبي. ادي الفيلم، ناخد كلمتين على السكرين كاسيت او السكرين فيلم كاسيت. ادي الفيلم اللي هو الرفيع ده، وده الكاسيت اللي بيبقى يتحط جواه. ده طبعا الفيلم ده سنسيتيف تو لايت، فلذلك لازم عشان اعمل له بروسيسنج اطلعه واحطه في البروسيسنج، لازم يتحط في دارك روم، لازم اوضه ضلمه، والاوضه ضلمه دي تبقى ضلمه خالص او فيها ضوء كده بسيط اسمه السيف لايت، معمول بطريقه معينه بحيث ان هو مش مضر للفيلم عشان اقدر اشوفه واعمل هاندلنج واملى الكاسيت تاني والقصه دي. فده كله ده اسمه الكاسيت فيلم. والكاسيت ده كان ليه احجام مخصوصه يعني مشهوره، سواء كان بالسنتيمتر او بالانش. بعد ما الفيلم اعمل له بروسيسنج، احمضه يعني، اعمل له اعمال التحميض، وكان اظهار او تثبيت او تنشيف او تجفيف. بعد كده بيطلع الفيلم، ابص عليه على اللايت بوكس اللي هو بيتحط هنا، اللي هو الفيلم اللي بيمشي، اللي بيتحط على فانوس الاشعه ونقراه. طيب الفيلم سكرين ده في حاجه اسمها مانيفست ايمج وليتنت ايمج. ايه البروسيسنج التحميض ده اعمله ايه؟ يعني انا لما خطيت الصوره من العيان والصوره جت على الفيلم، الصوره دي صوره مخبأه اسمها ليتنت ايمج، انا مش شايفها، عايز اشوفها، بعمل بروسيسنج، احط الفيلم ده في سيرتن كيميكالز معروفه، حاجه بتعمل ديفلوبنج يعني اظهار للصوره، وحاجه بتعمل تثبيت للصوره، وبعد كده في غسيل للصوره، وفي تجفيف للصوره لحد ما يطلع الفيلم. فالفيلم عشان الصوره الليتنت المخبأه دي اللي اخدناها، بس هي لسه انا ما عرفتهاش، مش شايفها ايه هي، لما اظهرها بعمل البروسيسنج عشان اظهرها. طيب ايه الماده اللي الفيلم ده تركيبه ايه اللي فيه اللي بيجي عليه الليتنت ايمج؟ طبعا في بيز من البوليستر بتبقى في النص كده، وبعد كده في ماده لاصقه فوق البيز، في حاجه عادل مهمه الهارت بتاع الفيلم اسمها الايمالشن. ايمالشن ده يعني ايه؟ يعني محلول يعني، او حاجه زي كده. ايه الامالشن ده؟ حاجه بتبقى ميكتشر في الجيلاتين والسيلفر هالايت، ده عباره عن يعني في الهالايد يعني الهاليدات اللي هي سواء كان بروميد او كلورايد او ايودايد، دول كلهم اسمهم الهاليدات. اشهر حاجه هي عندنا اللي بنستخدمها الامالشن اسمها سيلفر هالايد، وده خليط من البروميد والايودايد، وكل ما يكتر البروميد كل ما يبقى الامور سنسيتيف. فايه الماده الفعاله الايمالشن بتاع الفيلم اللي فيها اللي هي الايمالشن؟ الايمالشن بتكون منين؟ سيلفر هالايد، عباره عن خليط او ميكشر في السيلفر بروميد والسيلفر ايودايد، وفي طبعا من فوق في بروتكتيف لاير اللي هي باللون الاصفر دي. الافلام او والفيلم والكاسيت باحجام معروفه، في من 18 في 24 سنتي ل 24 في 30، بعد كده في 14 في 14 المربع، وفي 30 في 40، و 30 في 40 ده بالسنتي، لكن 14 في 14 بالانش. في اكبر حاجه 14 في 17 انش، وده اكبر حاجه اللي هو بنعمل بيها ايمجنج للابدومين عشان نشوف الابدومين كلها. الفيلم الافلام جوه الدارك روم بنحطها في حاجه اسمها الفيلم بين او ستورج، فيلم ستورج بين، ده حاجه صندوق كده عشان ما اقعدش كل شويه افتح جو اخد من العلبه دي، لا هو مقسم احط كل حجم لوحده في الفيلم ده، وده ميزته انه يعني لما يغلق يبقى غير نافذ للضوء، فيبقى معتم خالص، يكفي يتقفل كده ما فيش اي ضوء يبان ويدخل للفيلم من جوه. وحتى لما يجي يتحط في اوضه التحميض، في واحد لما يصور طب بره يدخل ازاي الاوضه؟ مش كل شويه يفتح الباب، لا عاملين له شباك مخصوص كده بيبقى في الاوضه، الشباك ده بيتحط الحاجه الان اكسبوز يعني الفيلم اللي انا لسه هاخده عشان اعرضه للاشعه، وده الفيلم اللي انا عملته بالاشعه فعلا خدت الصوره بتاعته وعايز احمضه، فبيتحط ده هنا وده وياخده ويحمض ويحط له فيلم جديد ويحطه في الان اكسبوز. والشباك ده معمول مخصوص بحيث ان لا يفتح من الطرفين، انت فتحته من هنا مش هتقدر تفتحه من الناحيه الثانيه، اتفتح من الناحيه الثانيه مش هتقدر تفتحه من هنا، فما يتفتحش غير لما يبقى مغلق من الناحيه المقابله يعني.
فده اسمه الايه الباص بوكس، هو ده معمول في الاوضه. كل ده عشان الفيلم حساس للضوء، ودي كانت مشكله كبيره، وريحه الكيميكال واحيانا كتيره الفيلم ده زي ما هنقول حاجات الديجيتال ايميجينج فرقت معانا ازاي. وادي داخل الدارك روم، انا الوقت خدت الاكوزيشن الصوره احمضها ازاي، في سيف لايت اهو ده اللي لون احمر ده غالبا يعني، وباخده وبحطه في هنا، فدي اسمها الايمج بروسيسنج. بعد ما تطلع الصوره بحطها على الفانوس. الايمج بروسيسنج ده كان حاجه مانيوال زمان، كان في تنكات كده معموله من ستانلس ستيل ولحام مخصوص، لان الكيميكالز دي بتاكل في الحاجات دي. ففي 3 تنكات، واحد ديفلوبر وواحد فيكسر وواحد ووشنج، وايه ونحط الفيلم فيه ونشوفه كل شويه وايه، وده المنظر بتاع المانيوال. وده كان اقدم حاجه في الاشعه. لكن طلع حاجه اسمها الاوتوماتيك. الاوتوماتيك ده عباره عن هما برضو تنكات كده، بس وصيها نوع من البكرات بتلف محسوبه في تايم معين، بحيث انك تحط الفيلم مجموعه البكرات دي تدخل جوه الديفلوبر ويطلع الفيلم معاه، بعد كده يدخل في الووشنج، وبعد كده يدخل في الفيكسر، وبعد كده يطلع في حته برضو بيبقى فيه دراينج، بحيث ان الفيلم يطلع من الناحيه المقابله وهو ناشف كويس. ده بياخد الدوره دي حوالي 90 سكند، ويبقى الكيميكالز بتاعته مختلفه لانها اسرع شويه، ودرجه الحراره نفسها اعلى شويه، لكن هي اغلى شويه من الايه المانيوال بروسيسنج. كانت مشكله الافلام ان انا لما ببحث عن فيلم ببحث عن ابره في كومجاش، احيانا كثيره مش موجود، احيانا كثيره صعب ان انا اشوف دواليب مليانه عشان ادور على حاجات، يا ترى قسمتهم باليوم ولا قسمتهم بالاكزامينيشن. وحتى لو قعدت الفيلم نفسه الصوره نفسها ديجريدت بالوقت، يعني لما اشوف صوره بعد 2 3 سنين القاها صفرت او القاها عملت والقاها الديتيلز بتاعتها راحت، يعني لدرجه ان حسبوا ان 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 لقوا ان لو انا في السنه لو ناس بتدور على الاشعه يقعد اسبوعين كاملين يدور في الاشعه عشان يطلع الافلام. فدي كانت ماساه في المانيوال او الحاجه النان ديجيتال. ابتدى يطلع بعد كده يظهر الديجيتال فيلم، الاشعه الرقميه. الاشعه الرقميه يعني انا بحط بدل الفيلم بحط ديجيتال اكس راي سنسور، ماده كده انا بشبهها بالفلاشه، ماده كده تحط تحت العيان وشكلها شكل الفيلم بالظبط في السي ار، تتحط بس هي مش سنسيتيف لللايت ولا حاجه. بعد كده اخدها واروح جريها بالايه بالجهاز اسمه ايمج ريدر، بعد ما اجراها تطلع الصوره تطلع على الكمبيوتر، تطلع الكمبيوتر معموله اقدر ايه ارسلها لهنا واقدر اخزنها. طبعا المسافات او الحاجات اللي احنا كنا بنخزن فيها افلام الاشعه دي يعني عايزه مساحات كبيره، وعايزه حاجه خاصه الحاجات الميديكوليجي لما يبقى في حاجه وفي حوادث وضرب وطلق ناري وحاجه زي كده، والمحكمه بعد سنه تقول هات الاشعات، ده صعب. لكن انا الصور الديجيتال دي كل بتاع 5 6 سنين محطوط على اوبتيكال ديسك قد صغير، اتحط في اي درج من ادراج اي مكتب. فالديجيتال ايمج باخدها وبعرضها على الكمبيوتر، وبقدر من الكمبيوتر اعمل لها نسخ واعمل لها حاجه. لذلك الكمبيوتر تكنولوجي على المستوى اللونج ران بيبقى كوست افكتيف، وحاجه الصوره مهما قعدت لسنين ومهما اعيدت ومهما عمل كوبي اقدر احافظ بيها بنفس الكواليتي. طيب الادفانتج بتاع الديجيتال ايمج، اول حاجه رابيد ستورج اند ريتريفيال. ريتريفيال يعني استرجاع، يعني اقدر اخزنها بسرعه واقدر استرجعها في وقت بالاسم كده او باليوم اجيبها. الفيزيكال ستورج يعني انا وانا بخزنها كل ده قلنا بتاع سنين كتيره تتحط على اوبتيكال ديسك في اي درج من ادراج اي مكتب. طبعا اقدر الصوره اللي معموله على كمبيوتر اقدر اتحكم فيها وازود الكونتراست واعمل زوم واعمل كومبير واحط الصور القديمه واحطها دي جنب بعض. وفي حاجه تاني اسمها وايد دايناميك رينج هنشرحها الوقت في السلايد اللي بعد كده. الترانسفيرس يعني الترانسفير، انا الصوره دي ممكن اشوفها في ذات الوقت ابعتها للفيزيشن اللي محولها على المونيتور بتاعه ويبص يلاقي الصوره في دقائق، او في البيشنت بتاع الاستقبال والحوادث هو وصل لحد قسم الاشعه الصوره طلعت على طول. ممكن ابعتها
حاجة تاني يعني الوقت بيجي فيه تيلي راديوجرافي، يعني في واحد بس استشاري هو اللي بيشخص الحالات، يبعتوا له الحالات كلها وهو قاعد في البيت او في مكتبه، بيدير كام مستشفى، كام قسم أشعة في كام مستشفى، بيبعتوا له الصور وهو قاعد عنده يشوفها ويكتب لها التقرير والدنيا تمشي يعني. فممكن ابعتها في داخل المستشفى او خارج او حتى عن طريق النت، الحاجات كتير. ايه الوايد دايناميك رينج؟ يعني السي ار بليت اللي انا بستخدمه ده اللي انا بستقبل عليه الصوره يقبل الاكس راي فاكتورز اللي قلناها قبل كده، الكيلو فولت والملي امبير، على رينج واسع. يعني ايه؟ انا باخد مثلا قلنا زي ما قلنا الارم انا باخده او الهاند باخدها على 60 كيلو فولت على 15 ملي امبير. لو انا عملت 50 كيلو فولت هتمشي، عملت 65 الصوره بس اتحكم في تبقى كويس، عملت 70 تمشي. لكن الفيلم لا، عملت 60 عملت 65 تطلع الصوره هارد، عملت 50 تطلع الصوره سوفت ومش هقدر استرجع فيها. لكن السي ار بيديك رينج كبير تتحرك فيه، فيقلل اللي هو الايه الري اكسبوجر، يعني ما اقدرش ما عدش العين تاني، لا الصوره نفسها مقبوله. يعني السنسيتيفيتي للاكس راي فاكتورز بتبقى كبيرة شوية، ف زادت قليلا أو قلت قليلا بالأمور بتمشي يعني. فده الاسم الوايد دايناميك رينج، إن أنا أقدر أشوف الصورة في يعني إيه، والعوامل بتاعت اللي أنا بديها بتاع الإكس راي سواء كان ميلي أمبير أو ميلي أمبير سكند أو كيلو فولت، يعني إيه في أمور متسعة في العوامل دي، مش ذات الوقت. في حاجة تاني ان الديجيتال اكس راي الوقت طلعت بتقلل الراديشن، فبضطر ان ده ممكن يوصل لحد 80% راديشن زين الفيلم سكرين. الريزوليوشن بيبقى واضح، بقدر اشوف حاجات كتيرة، يعني القصص بتاع الفراكشر ورايح فين لا لا. وعلى لونج ران الكوست كتير، يعني انت لو متخيل انت بتجيب افلام، يعني بنجيب ملايين افلام في السنة دي كده، لو احنا طبقنا الديجيتال بكل طرقه لا، ده احنا مش هنستخدم شوية مونيتورات اما تتجاب وكله بيشوف الوقت، واللي عايز صورة على سي دي. فده كوست افكتيف، بس ده على اللونج ران، لان هو شراء الاجهزة دي في الاول بيبقى غالي شوية. الحاجة التانية التيرن اوفر، يعني العيان بسرعة، يعني استقبال في حالات كتيرة اقدر وجود السي ار والدي ار بعمل. يعني كنت بعمل مثلا النهار لما بعمل في الفيلم العادي في الاكس راي بعمل لي 40 حالة لحد الساعة 2 لحد موعد العمل، لا ده انا ممكن اعمل اضعافهم، ممكن يوصل لحد 200 عيان ممكن يتعملوا في هذه الفترة، اللي بدل ما كنت بعمل ربعهم او اقل بكتير. الحاجة التانية برضو عشان خاطر التيتشينج وعشان خاطر الريسيرشز والبتاع، لا ده انا بشوف تفاصيل والتفاصيل دي بحتفظ بيها وبقدر احتفظ بيها في وقت كتير من غير ما تتغير. وكمان ان ايه العامل البشري، من ان انا امسك الكاسيت وده عامل وده بيعامل الاجهزة بسوء وده بيخبط وده بيمشي وده بيوجع، لا الحاجات الهاندلنج بتاع الكاسيت قل شوية، والايمج بليت بالديجيتال اكزامينيشن. في قاعدة فيزيائية قبل ما نخلص، دي هي القاعدة المبني عليها. ايه الفرق او هي الاساس بتاع الديجيتال ايمجينج؟ الديجيتال ايمجينج في قاعدة هنا اسمها اكس راي فوتو ليومينيسنس. يعني ايه؟ لما تيجي الاكس راي على مادة بتخليها تتلألأ تلمع تعمل، فاكرين زمان كان في عقد كده وحاجات معموله بحيث، وحتى عاملينها في الزراير زرار الكهرباء دي، بحيث ان انت لما تقفل النور يبان يبان اول ما تقفل النور يبان لسه هو مضيء شويه، فدي اسمها اليومينيسنس التلألؤ. ده منه نوعين مشهورين، نوع لا زال السفنج سكرين اللي استخدمناه، نوع لما تيجي عليه الاكس راي يطلع ضوء، وده ده القصه بتاعته. في نوع تاني هنشوفه احنا، ده ده اسمه ايه اليومينيسنس. اليومينيسنس في منه نوعين، فلوريسنس وفوسفو ريسنس. فلوريسنس يعني زي اللمبه الفلوريسنت اللي هي زي اللمبه بتاع النيون دي، لما يجي عليها الكهرباء بتنور على طول في الحال. لا في حاجه تانية لها اصل بتاع السي ار اسمها فوسفورو ريسنس، يعني ايه؟ لما يجي عليها الاكس راي بتعمل حاجة بس مخزنة،
ما بتتق ما... ما دي بتتخزن فيها لحد ما انا اسلط عليها نوع من الليزر بيم يجراها. فانا زي الفلاشه كده، لما انا بحط عليها حاجه بتتخزن جواها، لما احط حاجه اسمها الايمج ريدر بتاع السي ار يجراها، فيسلط عليها، يمسك الايمج بليد دي ويقراها ويعمل فيها. فالفلورسنس اللي هي وميض حالي في الوقت نفسه، immediate emission of light. لكن الفوسفوريسنس لا، ده بيخزنه، لا يعني يطلع الطاقة اللي فيه إلا لما سلط عليه نوع من الضوء، فده بيخزن. يعني ده اهو، ده اهو incident radiation طلع على طول. لا، ده أنا بحط له مادة تاني عشان أطلع المادة اللي جواها. يفضل متخزن قد إيه؟ مفروض يعني ساعات، لكن القيل إن هو لحد 24 ساعة ممكن يخزن الضوء اللي جواه، لذلك بيبقى إيه degraded by time. الديجيتال منه نوعين، سي ار ودي ار. السي ار اللي هو كمبيوتر راديوجرافي، اللي هو ده فيه ايمج بليد زي الفيلم، وبنقدر نقرا منها. في دي ار اللي هو ايه، بنشوف منه اللي هو بن بن يعني هنقول الوقت ان هو ده نوع حديث، تطور من التطور بتاع الديجيتال، ان انا مش ما بيبقاش في ايمج بليد ولا في مرحله وسطى، هي الصوره بصورها كده تروح طالعه على الكمبيوتر على طول. لكن السي ار لا، ده في حاجه اسمها ايمج بليد بصور عليها، قلنا دي زي الايه الفلاشه، بصور واروح اقراها في جهاز تاني اسمه ايمج ريدر، وبعد كده تطلع على الكمبيوتر. لكن الدي ار لا، ده حصل تطور ان دول كلهم معمولين في بعض ومعمولين في الجهاز، بحيث ان انا اول ما تطلع الاكس راي تروح طالع لي الصوره على الكمبيوتر على المونيتور على طول، واتحكم فيها، اعمل لها طباعه، اعمل لها قياس، اعمل لها زي ما انا عايز. فدي القصه بتاعت الايه الكمبيوتد راديوجرافي ودي ار. الكمبيوتد راديوجرافي ده المرحله الوسطى، ان انا في حاجه اسمها ايمج بليت بصور على صوره زي الفيلم، ونفس احجام الفيلم، ولها كاسيت برضو زي الفيلم، بس دي قابله للايه للشحن والتفريغ. يعني بحط عليها صوره وبعد كده احطها في جهاز اسمه الايمج ريدر بقراها، واخر ما يقراها يروح عامل مسلط عليها نوع من الضوء القوي يروح مسحها خالص. تستخدم كده ايه مرات ومرات وسنين يعني. فدي القصه بتاعت الايمج بليت. يبقى سي ار الاكتيف يونت فيه الايمج بليت، حط في ايمج ريدر، الايمج ريدر ده بيقراها ويطلعها صوره يحطها على مونيتور. ادي منظر الايمج بليت. الايمج بليت عبارة عن طبقة، المادة اللي فيها قلنا اسمها الفوسفوريسنس، ففوسفور لاير. دي الفوسفور لاير هي دي ايه اللي هي بتحوله الى ضوء، ولكن يخزن حتى اقرأه بضوء اخر، ليزر بيم اخرى، اسمها فوتو ستيمولار ستيميابل ايمج بليت. وده برضو ليه احجام، هو بيبقى رفيع كده زي الكاسيت كده، ولكن مش حساس للضوء. وده قلنا الصورة بتتخزن فيه اب تو 24 ساعة. فخدت انا الصوره، رحت خدت الايمج بليت حطيتها في الايمج ريدر، وبعد كده طلعت على المونيتور وتحكمت فيها من بعد كده. جوه الايمج ريدر في ليزر بيم وفوتو مالتي بلاير تيوب بياخد السيجنال دي ويقويها ويروح مطلعها على المونيتور. ده اسمه ده كله ده داخل الايمج ريدر. الدايركت راديولوجي لا، انا خدت الايمج ريدر دي حشتها بحيث ان انا اقدر اشوف الحاجه دي دايركت، بيطلع ان انا مفيش حاجه اسمها ايمج بليت، مفيش حاجه متحركه، مفيش حاجه اخدها من تحت العيان، لا ده كله ده في الماشين نفسها، تطلع الصوره على طول دايركت على المونيتور اهو، بيبقى كابلد في الجهاز. اول ما طلع الدي ار كان مفيش ماده تقرا الاكس راي على طول وتحولها الى كارنت، الكتريك كارنت. لا، كان في ماده بنحط لازم ماده، الماده دي بتحول لضوء، والضوء ده هو نقدر نجراه الى نحوله الكرنت، زي الفكره بتاعت السي ار، ان انا في ماده في النص بتحول الاكس راي الى لايت، وفي حاجه تانية اسمها فوتو كوندكتور هو ده اللي بيجرى اللايت. فده الماده دي اسمها امورف السيليكون او اسمها سيزيوم ايودايد، ده اشهر مادتين اللي هي دي. اول ما يجي عليها الاكس راي اللي هي دي، الاكس راي تنزل نحط الماده دي اللي هي سيزيوم ايودايد، سيزيوم ايودايد دي تحول اكس راي الى ضوء. في حاجه تاني اسمها الايه امورف السيليكون، الامورف السيليكون بتحول الايه
الضوء ده الى الكتريك كارنت. يبقى في مرحله في النص، هي مرحله السيزيوم ايودايد دي اللي بيتحول الاكس راي الى ضوء، والضوء ده بيتحول بالامورف سيليكون الى الكترون بيم الكتريك كارنت. هو ده اللي انا بقيسه. مع التقدم طلعت ماده اسمها امورف سيلينيوم، دي ماده فوتو كوندكتور، دي ماده كانت هي دي اللي ابتدت الوقت، هي الموست دي بتحول اكس راي دايركت الى الكتريك كارنت، الكتريك تشارج على طول. فدي ايه الحاجه، فده الاولاني اسمه ان دايركت، يعني في طبقه بتحول الضوء والضوء يتحول الى كارنت. لا، ده انا بحوله بحاجه تاني اسمها امورف سيلينيوم. امورف سيلينيوم دي هي اللي بتحول الاكس راي الى الكتريك كارنت على او الكتريك تشارج على طول. بنحفظ الامورف سيلينيوم ونحفظ اللي هو السيزيوم ايودايد والاي والامورف سيليكون، يعني دول المرحله دي بتحول الاكس راي الى ضوء، ودي بيحول الضوء الى الكتريك كارنت. يبقى في حاجتين بنستخدمهم في الاندايركت، السيزيوم ايودايد والامورف سيليكون. ده الدايركت، ان في حاجه اسمها قلنا الامورف سيلينيوم دي بتحول الاكس راي على طول الى الكتريك تشارج. ادي مثال للايه للدايركت الدي ار. الديجيتال في ثلاث خصائص قدرنا بعد الدي ار نقدر نعرفه. اول حاجه اسمها تومو سينثيسيس، يعني انا اخذ الصوره بلوكالي فولت كده او بعوامل قليله، بقدر اطلع الصوره الواحده من كذا زاويه، كذا صوره ممكن ادور فيها على حاجه. يعني اعمل شيست، بعمل عدد من المقاطع بقراها على كده، وبحيث ان انا اختار الصوره الكويسه واروح اصورها. فقدرت ان انا بدل ما اشوف صوره واحده اشوف كذا صوره، وفي نفس الوقت الراديشن قليل خالص. ده اسمه ديجيتال توموسينسيس، بيستخدم في الماموجرافي، بيستخدم في الشيست، خاصه الجماعه بتوع بره اللي هم ايه منتشر عندهم اللنج كانسر، فعايز يدور على اي نديول في الاول، وفي نفس الوقت عايز ما يعرضوش للخطر بتاع السي تي. فده بيبقى جزء من الايه يعني على السكريننج للايرلي كانسر. فده ديجيتال توموسينسيس، اسمه ديجيتال توموسينسيس. ناخد امثله ليه في الشيست. حاجه ثانيه اسمها الايمج سبتراكشن، وحاجه ثالثه اسمها الايمج ستيتشنج. دول الثلاث حاجات اللي عملهم. يعني نمسك التوموسينسيس، ان انا بصور بكذا زاويه الحاجه دي، وبعد كده يطلع لي كم من الصور الكم الصور ده اقدر ابحث فيه واطلع احسن صوره. اهو اعطيني شوف عدد كبير من الصور، اختار منه الصوره المناسبه ليا واطبعها، فاقدر اشوف يعني في حاجات معينه هنا اشوف انا عايز اشوف التفاصيل بتاع دي، فقدرت اشوف الماس دي كويس. في حاجه ديجيتال انرجي سبتراكشن، يعني ان انا باخد بس باخد بفاكتورز مختلفه، يعني اخد كيلو فولت مره وكيلو فولت تاني اقل شويه، يعني بيبقى مثلا 60 كيلو فولت و120 كيلو فولت. لما اخد بالاثنين دول اقدر ديجيتالي كده اعمل سبتراكشن لبعض الجزء من الصوره. يعني مثلا عملت شيست عايز اشوف السوفت تيشو بس، عايز اعمل سبتراكشن للبون، لا بقدر اعمل سبتراكشن للبون، وبقدر اعمل سيلكتيف ان انا اشوف سوفت تيشو او اشوف البون. فده اسمه ايمج سبتراكشن. قدرت ادي الصوره العاديه، قدرت اعمل سوفت تيشو بس ان اقدر اشوف التفاصيل بتاع النودولز اللي انا شايفها، وقدرت اعمل برضو البون سبتراكشن، يعني انا شفت البون بس حشت السوفت تيشو. فده اسمه ده اهو ادي دي، وعملنا سوفت تيشو سبتراكشن، بحيث ان انا بينت سوفت تيشو بس سبتراكت دي البون، فقدرت اشوف التفاصيل وده عملنا بون سبتراكشن. ده الايمج. الحاجه الاخيره اللي انا بعملها اللي هي الايمج ستيتشنج، اللي هي الخاصيه اللي انا بشوفها ان انا اخد كذا صوره واعملهم في بعض، عشان خاطر مثلا عايز اشوف اللور لمب كله وهو واقف، عايز اشوف الالاينمنت، عايز اشوف سباين في سكليوزس، عايز اعرف الزوايا دي واقيس الكوب انجل واقيس الحاجات دي. فالديجيتال ايمجنج قدر يوري لي الحاجات دي، وقدرت اشوف صوره قدرت اشوف بيها
حاجة كويسة يعني. هذه مثال الـ image stitching. وده مهم جدا في حالات زي حالات الالاينمنت بتاع ني بري اوبراتيف وبوست اوبراتيف، العين اللي بيركب ارتفيشال ني والعين اللي بيركب توتال ني والعين اللي بشوف الميكانيكال اكسس والاناتوميكال اكسس والعلاقه بينهم. ده بيبقى بيساعدني الديجيتال ايمج. كان زمان بيعملوا حاجه، بياخدوا في سبيشال هولدر كده وسبيشال فيلم بقدر اشوف بيه يعني. ده مثال لان انا عيان عملت ايمج ستيتشنج وشفت كل الاسباين عشان اشوف السكوليوزس واشوف الانجل بتاعه. فشوفنا فول لينث اكس راي استدي للاسباين، قدرت اشوف الاسباين كله وقدرت احدد ازاي وعرفت الديجري بتاع السكوليوزس. قدرت اشوف القصة بتاعت السباين مثلا، وقياسا على كده برضو الليمب. ادي السباين، ادي زمان كنا بنعمل حاجة اسمها تيلور انتجرام، ان انا باخد فيلم كبير اصلا وبصور الحتة دي. لكن هي الانجل بتاع الاكس راي على الهب وعلى الانكل مثلا، انا سلطت على الني بتبقى دي جايه انجل، فما بتبقاش الصوره بالوضوح. واحنا لما بنعمل الني بيبقى لينا انجل، ويعمل الهب لينا انجل والانكل لينا انجل. فكان في فيلم كبير كده بيتحط، فده اسمه تيلور انتوجرام، يعني بيصور العين كله عشان اقدر اشوف. طلع ده اسمه سي ار، السي ار ميثود. طلعت الدي ار ميثود دلوقتي، ان بصور صور الهب لوحدي وصور الني لوحدي، وهو يعني ديجيتال بيروح مطلع لي الصوره دي، وبقدر اطلع الميكانيكال اكسس اللي هو زي اللي هنا ده، اللي المفروض بيمر بالفيمورال نيك وبيمر بالني وبيمر بالانكل عند التيبيال بلافوند. هنا اديك شايف هنا ادي العيان ده عنده فالجاس ديفورمتي، فشوف الاناتوميكال نيك اختلف، المكان الاناتوميكال اكسس اختلف كتير عن الايه الميكانيكال اكسس اهو. فده العيان البري اوبراتيف والبوست اوبراتيف لازم اشوفه واشوف الديجري بتاع الديفورمس. الحاجه الثانيه للديجيتال ايميجنج ان انا عمل حاجه اسمها الوقت باسمها الباكس، موجوده في كل المستشفيات، ان انا باخد المعلومات بتاع العيان وباخد معلوماته وباخد الصور بتاعته كلها وبحطها في حاجه اسمها الباكس، بيكتشر اركايفنج سيستم يعني. فده بيقدر احفظ بيه العيان، والعيان بيجي اتحط عليه الاشعات القديمه والسابقه بريال استاد وبريال استاد 2 وكل القصه دي. هو طبعا بيحتاج تريننج ويحتاج امكانيات، فده المشكله بتاعته. اخر نوع من الايمج ريسبتور اللي هو ايه، احنا قلنا الفيلم سكرين والسي ار والدي ار. في حاجه تاني اللي هي الايه الفلوروسكوب. الفلوروسكوب معناها ريال تايم ايميجنج، يعني في انا بصور زي الالترا ساوند، وانا بصور بشوف الحاجه وهي متحركه. وده اول ما طلع زمان كانوا بيستخدموا الايه اللي هو الانتفانج سكرين، وده حاجه اقول لك زمان فاكر اللي بقول لك دكتور الصدر وكشف بالاشعه، فبيستخدموا حاجه كده زيها زي الانتفانج سكرين اللي كان بيتعمل في الفيلم اللي بيحول الاشعه الى ضوء، وده يجي الدكتور يبص فيه كده من خلال العيان، والتيوب برضه بتبقى ورا العيان.
لكن هو ده ناو اوف ستريت، الحاجات دي كلها بطلت لان هو الصوره بتاعته وحشه، ولازم دارك يعني لازم يتحط في اوضه دارك عشان الصوره بتبقى ديم خالص، وفي اكس راي اكسبوجر كتيره للمتعرض لانه بيبص بعينه، ففي اكس راي طالعه وطالعه العيان وطالعه السكرين وطالعه العين على طول، وعايز الدارك روم ده عايز على الاقل 15 دقيقه عقبال ما عينه تتعود على الضوء المظلم، لان الديم لايت بيستقبل في الشبكيه بحاجه غير الدي لايت. فقالوا ان الواحد لما انت بتبقى في الشارع وتدخل البيت بتلاقي الدنيا ضلمه، ده نفس القصه بس بيحتاج شيء اطول من الوقت ده. هذا الصوره بتاع ده اسمه الدايركت فلوروسكوبي، كانوا زمان بيستخدموا ما كانوش حتى عارفين اضرار الاشعه، فواقف جنب جنب البيشنت وهو بيعمل اشعه، وكانت مشكله عندهم مشكله التي بي، فكان ايه يعني بيعملوها سكريننج لكل الاطفال عشان يعرفوا الايه التي بي، وده الدايركت فلوروسكوبي. وقلنا في حاجه الصوره بتاعته وحشه، العاملين بيتعرضوا لفي لاشعات كتيره، وتالت حاجه ان عايز دارك ادابتيشن فتره كبيره. طلع حاجه اكتشفوا حاجه بعد 50 سنة من الاشعه اسمها الايمج انتنسيفاير او الفوت مالتبلاير تيوب، ده عباره عن حاجه بتقوي الاشعه بمعدل كبير جدا، معدل 1000 مره، يعني بستخدم كميه اشعه قليله بشوف بيها الايه الحاجه دي اللي هي دي تبقى موجوده في اجهزه الفلوروسكوبي كلها. اجهزه الفلوروسكوبي الاكس راي تيوب بتبقى من تحت، واللي فوق العيان حاجه اسمها الايمج انتنسيفاير، ده هو ده اللي بيكبر الاشعه وبيوريني الصوره. فالاشعه الاكس راي بتبقى من تحت، والايمج انتنسيفاير هو ده اللي بيبقى من فوق، هو ده اللي بيطلع صوره وبيطلعها ما اقول لك 1000 مره، يعني بتبقى اشعه قليله جدا اللي بيستخدمها العيان. احيانا جهاز الفلوروسكوب ده بيبقى على شكل حرف سي، بحيث ان يبقى ايه في ترابيزه عمليات، ده بنشوف بيه العيان اللي هو جوه اوض العمليات، فبيبقى معمول كده عشان يبقى متحرك ويجي اشوف العيان في داخل الترابيزه بتاع العمليات، بيبقى الاكس راي بينما تتحط تحت الترابيزه وادي الايه الايمجنس فاير من فوق. فده بيبقى ده صوره الجهاز بتاع السي ار، واسمي سي ار عشان اسمه سي على حرف السي، يعني غير السي ارم ده اسمه سي ارم، غير السي ار بتاعنا الكمبيوتر راديوجرافي، فده اسمه سي ارم على شكل التيوب والايمجنس فاير على شكل حرف السي، جايين جبال بعض كده عاملين الزاويه دي اللي هي حرف السي، فده اسمه سي ارم، ده اللي هو بيشوف في اوض العمليات، واي اوض عمليات الوقت بتاع عظام بتاع اي مسالك بيبتدي عشان يشوف الحاجات دي كده، يبص في الاشعه يشوف لسه في باج ستونز، ويشوف الفراكشر ده ريديوز ولا مش ريديوز، عايز يركب نيل، عايز يركب مسمار، عايز يركب شريحه، بيركبها تحت الايه السي ارم، ده السي ارم. فالسي ارم هو على شكل حرف السي، ادي الاكس راي تيوب وادي الايمج انتسيفاير اللي من فوق. طبعا سكاتر راديشن، وقلنا اكتر حاجه الفلوروسكوب، وقلنا في 3 خطوات، ابعد بقدر الامكان عن العيان لان هو الميجور سكاترد او سورس اوف سكاترد، الخطوه متر واحد بيقلل الاشعه بمقدار 1000 مره، ولازم ارتدي الريد ابرون، الليد ابرون ده اللي بيمنع السكاترد راديشن. وثالث حاجه لازم الاكس راي تيوب يبقى من تحت العيان عشان بيقلل كميه الاشعه، يعني ادي اكس راي من فوق اهو، شوف كميه السكاترد كتير قوي، لكن لما يبقى السورس بتاع الاكس راي من تحت بيقلل كميه الاشعه، دي السورس من تحت وده السورس من فوق، فبيكتر الاشعه وبيزود السكاتر. الليد ابرونز هم ده اللي بيستخدم في البروتكشن، وما انساش برضو في حاجه اسمها الثايرويد كولر، لان الثايرويد جلاند الغده الدرقيه دي من الحاجات السنسيتيف للايه للاكس راي. ديجيتال سبتراكشن راديوجرافي تقدم تاني طلع، ان انا قدرت عن طريق الكمبيوتر في الديجيتال فلوروسكوبي ان انا اطرح الباك جراوند، يعني انا بصور سيريبرال انجيوجرافي، الاسكال نفسها مغطيه على بعض الشرايين اللي انا بشوفها، فنتج من ذلك ان الصوره نفسها مش حلوه، ان انا اضطر ان انا ازود كميه الكونتراست اللي انا بحجنها. فعملوا حاجه اسمها سبتراكشن، اطرح زي ما عملنا في الانرجي سبتراكشن بتاع دي بتاع اللي احنا بتاع البون اللي احنا قلناها في الدي ار، نعملها نفس القصة. فالصورة الأصلية اللي أنا حاجن فيها الكونتراست اسمها في الإيمج، الباك جراوند اللي أنا عايز أحوشها اسمها الماسك إيمج، عايز أنا صورة خالية من الباك جراوند دي اسمها سبتراكتد إيمج، فاسمها ديجيتال سبتراكتد أنجيوغرافي. يعني مثال أهو، أهو أدي ده نون سبتراكتد إيمج، أدي ده أنجيوغرافي، ده عملت سبتراكشن للبون فطلعت الصورة كده، فأنا قادر أشوف التفاصيل أكتر وأقلل كمية الكونتراست. فدي الماسك إيمج
اللي هي الباك جراوند، ودي الفيل ايمج اللي فيها الباك جراوند فيها وفيها الكونتراست، ودي اللي انا حشتهم لما طرحتهم من بعض السبتراكتد ايمج، ان انا قدرت اشوف الايمج بتاع البلاد فيزل اللي انا شايفه بس اهو. ادي الفيل ايمج وادي الماسك ايمج الباك جراوند، دي بس حشتهم من بعض فقدرت ان انا اشوف السبتراكتد ايمج. ادي صوره لديجيتال سبتراكشن، شايف قدرت اشوفها وزاوت باك جراوند اهو. ادي مثال الديجيتال سبتراكشن، دي فيها حته انيوريزم صغيره اهو، فانا قدرت اشوف تفاصيل واشوف الفاين ديتيلز اللي انا بشوفها. ده ديجيتال سبتراكشن اهو. وفي اخر حاجه بنختم بيها، ان اول ما طلع الكونتراست اللي بيستخدم كان فيه فاجعه اسمها، اول كونتراست استخدموه اسمه سودو تراست، اتحجن بيه الاف مؤلفه وكانوا فرحانين بيه جدا ان كان توليريتد كويس بالعيان. اتضح بعد 25 سنه من القصه ان هو ده ليه كانسرس افكت، وبيأثر على البون وبيعمل كولانجيوكارسينوما وبيعمل امراض سرطانات الكبد، وكانت يعني اليمينيتد طبعا من السوق، بس بعد ايه، بعد ما خربت مالطا زي ما بيقولوا. فده كانت قصه دايما تذكر لما يذكر الفلوروسكوبي، اللي هو الثور تراست، الماده بتاعته كان اسمها الثوريوم، فالثور تراست كتا يعني كاتاستروف اللي كان بيستخدم زمان، وكانت اول حاجه بيعملوا بها الانجيوغرافي. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد.